النهارده مجموعه من الاخبار المتميزه جدا، واول خبر هيخص سؤال الحلقه. بس طب صباح الفل، صباح الفل كريم. سؤال الحلقه والنبي ما هي راجعه، والنبي ما كسر لك كلمه. يلا اتفضلي. احنا عشان بس بنحب التفاعل مع الناس، والفكره كلها ان احنا عايزين دايما اللي انتوا بتقوله لنا ان احنا نقدر نحققه او نوصله كمان للناس كلها. سؤال الحلقه اللي احنا دايما من خلاله بنحاول يبقى في تواصل ما بيننا. احنا النهارده انا وكريم كنا بنفكر بنقول طب ليه ما نسالش جمهورنا ايه الفقرات اللي انتوا حابين ان احنا نضيفها على البرنامج عندنا خلال الاسبوع ده او حتى الاسبوع اللي جاي. ابعتوا لنا افكاركم، ايه تحبوا ان احنا نستضيف مين او ان احنا نتكلم في مواضيع ايه، خلينا نعرف منكم، وده ان شاء الله نقدر ان احنا نطبقه خلال الاسبوع ده او اللي جاي. صحيح. ولو في مثلا معلومات حضراتكم عايزين تعرفوها عن رياضه معينه، انتوا عارفين طبعا بالزبط. السياده كالعاده لكره القدم، ولكن الامر ما يخلاش من ناس بتحب انواع مختلفه من الرياضات، ودي الحقيقه تفصيله بنهتم بيها جدا في البرنامج ده، ان احنا نعرف حضراتكم على كل انواع الرياضات على اختلافها. طيب نروح بقى لاول